امكانيات بلك نكون رائدة أنبياء إميرجون إلى الصحفيين والصحفيات الذين الجزائريين من الستاتيكو برنامج شارك في إعداده خليص أو من مسؤول أو تهرب من مسؤولياتنا لكن إمكانياتنا المحدودة اللي نستمد يوم 7 سبتمبر محطة هامة في تاريخنا المعاصر إلى عرفنا كيفاش نستغلوا هذا التاريخ وأعطينا فرصة للتغيير وأعطينا سند وكنا سند لمشروع رؤية الذي يؤسس للتغيير ويؤسس لبناء الدولة على أسس يتشاركها معظم الجزائريات والجزائريين. مسؤولية مباشرة مسار التغيير أو مسؤولية صنع التغيير هي مسؤولية الجميع، مسؤوليتي كمترشح لهذه الانتخابات الرئاسية حاملا مشروع ينظر ويؤسس للتغيير، مسؤولية لحزبنا السياسي ولمدرستنا السياسية التي لطالما التزمت بتكريس وبناء دولة القانون والدولة الديمقراطية، مسؤولية الطبقة المثقفة، مسؤولية الأساتذة الجامعية، مسؤولية العمال في مصانعهم، مسؤولية الطلبة في الجامعات، مسؤولية البطالين، مسؤولية كل الطبقات الشعبية. هو مشروع وطني ديمقراطي تقدمي اجتماعي وحداثي. هذه الأسس إن ربطناها بقيمنا وبأصالتنا وبشخصيتنا الجزائرية المبنية على مبادئ الإسلام العربية والأمازيغية يمكن أن نبني جزائر تتسع للجميع، جزائر التسامح، جزائر المصالحة، وجزائر الرقي والازدهار.